نص الفقهاء رحمهم الله على أن الوصية لا تصح إلا لمن يصح تملكه، ومثلوا لذلك بالبهيمة أو بالحيوان، هي لا تملك لأنها بهيمة، فما يصح أن يوصى لها بشيء لأنها لا تملك. لكن ليعلم إن كان مقصود الموصي بأن يوصي لبهيمة لا لذاتها، وإنما لما يترتب عليها من منافع للمسلمين، فيجوز. لما؟ لأن منفعة هذه الوصية ليست لهذا الحيوان لذاته، وإنما لما ينجم منه من منافع للمسلمين. مثال ذلك، لو أنه أوصى لفرس وذلكم الفرس، أو أوصى لخيول وتلكم الخيول يستفاد منها في الجهاد في سبيل الله عز وجل، أو أوصى مثلا لإبل لأن تلك الإبل مثلا في عرف الناس مثلا في منطقة ما قد يكون مثلا أنها ينتفع بها ومنها للفقراء في حمل أمتعتهم والتنقل بها من مكان إلى مكان آخر، فقال أوصي لتلك الإبل بثلث مالي، فتصح الوصية لهذا الاعتبار. والفقهاء رحمهم الله لما قالوا لا تصح الوصية لحيوان أو لبهيمة، سبحان الله، ما يذكرونه رحمهم الله، قد يعجب بعض الناس من ذكره، لكن ربما في مستقبل الزمن يقع ما نصوا عليه. يعني هم ذكروا هذا الأمر، الآن في دول الغرب يوصى لبعض الكلاب، ألم يقع؟ بلى وقع. إذن وصية هؤلاء الكفار لهذه الحيوانات، لو وهذا وللأسف قد يقع نتيجة الانفتاح ونتيجة التشبه بالكفار، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت عنه عند أحمد وأبي داود ومن تشبه بقوم فهو منهم، الآن تقتنى الكلاب من قبل المسلمين تشبها بالكفار، فلربما يقع، إن لم يقع ما أدري، لكن ربما يقع في مستقبل الزمن، نسأل الله السلامة والعافية، لما يعظم التشبه بهؤلاء الكفار ربما يقع من بعض المسلمين أنه يوصي ببعض ماله أو بثلث ماله إلى هذا الكلب. ما حكم هذه الوصية؟ باطلة، هذه الوصية باطلة. فلا تعجب ولا تستغرب إذا ذكر الفقهاء أمثلة، لا تقول والله كيف يحدث مثل هذا، يمكن يحدث، بل حدث أن الكفار يوصون لهؤلاء الحيوانات. نعم.